السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء وأحباب في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم كابتن حسام في كينج شيف. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يا رب يقل علينا الأيام بخير. مش عارف أنا هنزل الفيديو ده إمتى، بس أنا دلوقتي بصوره 10 رمضان. أتمنى يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة، اللي فعل زر الجرس فعل زر الجرس عشان يوصله منا كل جديد، وهنتابع بعض إن شاء الله وربنا يوفقنا جميعا. النهاردة بقدم نوعية تانية من الفيديوهات. طبعا كنت نزلت اكتر من فيديو قبل كده عن طريق عمل شباك الصيد او ليخ الصيد او غزل العلق، وطبعا هو فيه له انواع كتير. الشباك ديت لها انواع كتير. احنا دلوقتي عندنا الغزل ده اللي هو غزل الشعر. الغزل الشعر ده اللي هو متعدد الفتائل. الغزل ده يا جماعة الماس بتاعه 0.12 على 6، مقاس العين 45، ارتفاع الغزل ده 100 عين، طولها 200 متر. وده طبعا المانوه ده اللي هو السجون. السجون ديت 6 حتات. السجون ديت 210، الفتلة بتاعتنا دخلتها 12، 222 سنتي ونص، النص فتحة العين، وديت ارتفاعه 5 عيون ونص، وطولها 200 متر. طبعا ده المانو. انا المانو الفتلة بتاعته يا جماعة اللي هو المانو ده انا جايبها 12، ممكن نحطها مثلا 18، بس بالحيث لو ده الفتلة بتاعته 9 وماشي على 6، لو الفتلة ديت ماشي على 6 على 9 عشان يبقى تخين شوية. دلوقتي احنا هنقسم الغزل. النهاردة هعلمكم ازاي طريقة تقسيم الغزل. احنا الغزل ده بفتحه الاول، ده ارتفاعه 9 متر، بفتحه وبقطعه على 3 حتات، وممكن يتقطع على 4 حتات، وممكن يتقطع على اقل من كده على مثلا على 5 حتات، كل واحد وحسب الشغل بتاعه وحسب الارض اللي هو بيشتغل فيها. يلا بينا افتح الغزل وتشوفوا معايا هو مفتوح، وانا بجهزه عشان اقسمه وبجهزه عشان نبدأ ندرب فيه. وبكده زي ما انتم شايفين انا فتحت ال طبعا الشبك بتاعنا اللي هو الناعم اللي هو بيتحط في الوسط، والاتساع العين ديتي زي ما انتم شايفين كده من العقدة ديتي للعقدة ديتي 4 سنتي ونص، يعني 45 ملي، وزي ما انتم شايفين كده وارتفاعه 100 عين. فاحنا هنقسمه على 3 حتات، هنقسمه على 3 حتات، لان احنا هنعمل 3 حتت شباك. ديتي طولها 100 متر. احنا بنسيب البوز زي ما انا قلت لكم، بنسيب من فوق لتحت تقريبا 30%، 35% من فوق لتحت، وفي العرض في الطول واحنا شغالين ده في الارتفاع، وفي الطول واحنا شغالين برضو بنسيب 40%. طبعا احنا هنقطع الشباك دلوقتي، هنجهزه وهنقطعه عشان نشتغل فيه. هيتقطع تقريبا على 33 عين. لما نقسم 100 عين على 33 هيطلع معانا 3 حتات، في فرقة بس هيبقى ناقص منها نص عين، لأن لازم نعمل نص حساب نص العين اللي احنا بنقطعها، لأن لما بنقطع احنا عين كاملة كده دلوقتي نص عين اهوتي، بنقطع نص عين. هنقطع دي مثلا، بنقطع دي بيروح معانا نص عين واحنا بنقطع، يعني احنا بنقطع دياتي بيروح معانا نص عين، نص عين بتروح لأن بتبقى العين التانية، واحنا بنقطع عينها بالنص نص عين معانا بتروح. هنجهز الشبك كده وهنرجع معاكم تاني. احبائي واصدقائي في كل مكان، زي ما انتم شايفين كده قطعت الشباك بتاعتي 3 قطع زي ما قلت لكم على 33 عين، وواحد بس حته بس قطعتها على 32 ونص، اللي احنا لما نقطع من كل حته نص عين هيتبقى عندنا هيبقوا 100 عين 100 ونص. فلازم نعمل حسابنا، قطعنا واحد على 32 ونص، والاتنين التانيين كل واحد على 33 عين. طبعا امبارح احنا اتأخرنا وكنا بالليل، فملحقتش اصور وانا بعمل طبعا الشبكة ديتي اللي هي الاولانية، بس هي القطعة التانية هي موجودة، وديت اللي متعلقة القطعة التالتة، ودلوقتي المانو بتاعه هعلقه دلوقتي وهوريكم انا بعلقه ازاي وبشتغل ازاي. وطبعا احنا عندنا طبعا الفيل هوتي والحبال بتاعتنا، هعلم الحبال واجهزها وهنرجع معاكم تاني. وبكده زي ما انتم شايفين انا علقت اول واحد اللي هو المانو ده، علقته من تحت، علقته هنا محطوط تحت هنا على المسمار. يعني شوفوا احنا نطلع ده، نطلع واحد كده، نطلع الاولاني وبعدين الغزل ده وبعدين التالت،
بالترتيب كده، الاول المانول الاولاني وبعدين الغزل وبعدين المانول اللي هو اللي فوق، بالترتيب كل حاجة بالترتيب كده. يعني الغزل بيتحط في النص، انت شايفين كده بيبقى شكله كده، وبنبدأ نمسك بقى وبنبدأ نشتغل فيهم من الطرف واحدة واحدة. دلوقتي برضو اثبت برضو التليفون واشوف وانا شغال. وبكده زي ما انتوا شايفين احنا ربطنا هنا العقلة بتاعتنا، هي جهزنا وربطنا العقلة بتاعتنا هنا، ثبتنا العقلة بتاعتنا هنا، وهناخد اول مانو او اول سجن هناخده في ايدنا اهو، وتاني البدن اللي هو الغزل هناخده في الايد بنفس الايد برضه، وهناخد العيون بتاعتنا التلات عيون، ومن تحتهم هناخد السجن التاني ونعدي الابرة فيهم، وناخد دول هنا كده ونربط تاني على الحبل. طبعا انا شغال برضو الضرب ده برضو زي الفيديو اللي كنت نزلته قبل كده، 3 3 4، واخد عينتين التالتة التانية بالمانو، وهنربط برضه على الحبل هنا. بعد كده الأربعة التانيين دول هناخد عليهم اللي هو الفيل، ناخد عليهم الفيلة بتاعتنا، ونبدأ بقى نخدم بقى الشبك بتاعنا ونظبط الشغل بتاعنا عشان نشتغل على طول. بنخدم كده كويس وبنبدأ نشتغل. هنا دلوقتي انا هعمل حاجة عشان تريحني، هي الحاجة دي هحط كيس اسود من تحت الغاز ده، عشان الغاز ده كريستال او اللي هو الغاز الشعر ده بيتعب العينين قوي في الشغل بتاعه. هشد دلوقتي الكيس وهتشوفوه، شد كيس من ورا الغزل عشان يبان الفيل اللي بينزل في جنب، والجنب التاني اللي هو فيه الشبك اللي هو اللي بعمل فيه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، خدت الكيس الاسود ده هنا كده عشان نعرف نشتغل، وهنبدأ نشتغل وناخد الضرب بتاعنا. اخر حاجة كان عندي 3، يبقى ناخد هنا 4 على طول. دايما بعمل حسابي ان على العلام بتاعي الفيلة والاربع عيون. وبعدين 3 و3 و4. حبيبي اصدقائي، وزي ما انتم متابعينا كده، انا طبعا خلصت الفل او العوام وربطته بالطريقه اللي انتم شايفينها دي كله مع بعضه، بس سايب هنا الحاشيه، احنا بنقول عليها الحاشيه اللي هم اول 5 عيون او اول 10 عيون، سايبهم بره اللي هم اللي انا ابتديت منهم الشغل. يعني دول انا بادي شغل في الفل من الجنب ده، يعني حتى العلامات دياتي كانت في الغزل، انا مش بعلم
بس قبل ما بربط بربط بسيب اول 4 عيون مثلا او عنتين من المانوه وبسيبه بمدله بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، بمدله بالطريقه دي وببدأ ان انا اخد الاول افتح من هنا اخد السجن اللي هو اللي تحت ده اعلقه، يعني ده اللي تحت هو دي، ده اللي تحت دي السجون اللي تحت او المانوه باخده اعلقه، وبعدين بعلق البدن طبعا بمشي عليه لحد ما اجيب الطرف واعلقه، بجيب الطرف للاخر واعلقه هنا في المسمار اللي انا بشتغل عليه تمام وكده لحد، وبعدين باخد بعد كده الطرف اللي هو المانول اللي فوق وبعلقه برضه، وبعدين برفع الغزل اعلقه. طبعا الكلام ده بعمله هو لسه الشبكة على الارض، لسه الغزل على الارض، وبعد كده بعلقه فوق في الحلقة او في مسمار او في اي حاجة او في حتة حبل، وببدأ انني اشتغل عليه من الطرف من الحاشية اللي انا حطيتها. تابعونا وكده اصدقائي واحبابي كل مكان، زي ما انتم تابعتونا وشفتوا واحنا بنخلص الاشباك وبنخلص الفل وربطنا الفل وجهزناه، دلوقتي احنا بنبتدي وبنعلق طبعا الرصاص او اللي هو التقل اللي احنا هنحطه، رصاص الحبال اللي فيها الرصاص اللي هي بتنزل تحت على الارض، لان العوام بيشتري الغزل والغزل زي ما انتم عارفين بيبقى واقف فبنربطه. فبنبتدي زي ما انتم شايفين كده البدايه بتاعتنا، وبنشتغل بنظبط الغزل كده، بنخدم الغزل في النص وبنربطه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وبنشتغل لحدايه ما الغزل بيخلص زي ما انتم شايفين. زي ما احنا بدأنا الفله بنبتدي فيه، وزي ما انتم شايفين زي ما احنا بنبتدي بننهي باللعان الغزل بتاعنا، والغزل بتاعنا بيكون مظبوط، ونهايه الضربه بتكون اهم حاجه العينتين اللي هم المانو اللي هم الاخر اللي هي السجون بتبقى مظبوطه على الغزل زي ما انتم شايفين كده، يعني بتبقى العينتين قصاد بعض، لو العينتين مش قصاد بعض يبقى الغزل مفسود او في غلطه. وبكده احنا خلصنا الشباك وفردناها على الارض، وبنفتح الشباك وبنشدها وبنلهمها واحده واحده كده عشان نحطها طبعا على شوال او على اي حاجه عشان نوديها المركب وتترمى في البحر ونشتغل. وبنخلص بنربط كل شبكتين في بعض او كل 3 في بعض او كل 5 حسب الكميه اللي احنا بنشتغلها، وبنرميها جنب الصخور او جنب البر في المكان المخصص لها اللي احنا بنرمي فيه اللي فيها السمك اللي احنا عاوزين نصطاده، او لحسب نوعيه الاسماك اللي احنا بنعمل لها الشباك. وبكده اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، كان معاكم كابتن حسام في الكينج شيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.